أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب، وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج موصليات. هذه الحلقة سوف تكون عن دير الربان هرمز. ودير الربان هرمز في القوش بمحافظة نينوى من أقدم الأديرة التي بنيت في العراق، وللدير شهرة ليس في العراق وإنما في العالم. ولقد تيسرت لي الفرصة في الثمانينات من القرن الماضي أن أعيش في ناحية القوش قرابة 3 أشهر، وهناك زرت الدير، دير الربان هرمز. كما عرفت دير آخر في القوش هو دير السيدة، واليوم أريد أن أحدثكم عن دير الربان هرمز لأهميته من الناحيتين الدينية والتاريخية. ودير الربان هرمز كتب عنه عدد من الكتاب، لعل من أبرزهم المؤرخ الموصلي الكبير المطران سليمان صايغ في كتابه الموسوعي تاريخ الموصل، ويقع في 3 أجزاء. ودير الربان هرمز هذا الدير الأثري العريق يقع في ناحية القوش أو في قصبة القوش شمال الموصل، وتبعد القوش عن مدينة الموصل قرابة 50 كيلومترا. والدير مبني أو لنقل منحوت في الصخر في جبل يسمى جبل القوش، ويبعد عن مدينة القوش 3 كيلومترات، ويعود تاريخه على أدق الروايات إلى القرن 7 الميلادي، وبالتحديد إلى سنة 640 ميلادية، ويقال أنه سمي كذلك نسبة إلى القديس هرمز الذي ولد وعاش في بلاد فارس لفترة. ومما تذكره المصادر أن دير الربان هرمز يعد من أقدم الأديرة في العراق، لا بل في الوطن العربي والشرق الأوسط، وأكثرها عجبا من حيث طرز معماره، ومن حيث طريقة بنائه ومكان بنائه، فهو منحوت في صدر جبل القوش من قبل عدد كبير من رهبان الدير. ومما زاد في قيمة ومكانة دير الربان هرمز أنه اختير ليكون مركزا للكنيسة المسيحية المشرقية في القرنين 10 و11 الميلاديين، وكان عدد أتباعه في العراق وفارس والصين وبلدان آسيا الوسطى يعدون بالملايين. إن أصل نشأة دير الربان هرمز يعود إلى أن القديس هرمز كان يتعبد في دير قديم هو دير الألوف المعروف بدير الشيخ متي أو دير القديس متي. ومما يذكره بعض المؤرخين أنه عند وفاة هذا القديس نذر 2 من أتباعه أن يبنوا ديرا جديدا. نعم، 2 من الرهبان نذروا بأن يبنوا ديرا جديدا يخلد الربان هرمز، وكان هدفهم كما ذكرت تخليد هذا القديس، وكان ذلك سنة 640 ميلادية، وخلال فترة بطريركية إيشوعياب الثاني. وقد تعاون مع هذان الراهبان عدد كبير من الرهبان فبنوا ونحتوا الدير الجديد دير الربان هرمز، وبعد فتحه
صار مركزا من مراكز الديانة المسيحية في العراق، وكان له دوره في تخريج أعداد كبيرة من الرهبان ورجالات اللاهوت الذين اشتهر الكثير منهم في مجالات اللغة والفقه المسيحي. ومن هؤلاء يوحنا حلبتايا وإيشو برنون وإيني مارون وغيرهم. ومن الأحداث التي شهدها الدير محنته يوم اجتاحه تيمور لنك القائد المغولي في سنة 1393، وكان من نتائج هذا الاجتياح مقتل عدد كبير من رهبانه وهرب البعض الآخر. كما هجم الدير أيضا سنة 1508 خلال ما يسمى بالفترة المظلمة من تاريخ العراق الحديث، وللأسف شهد الدير فترات صعبة وتعرض لهجمات القبائل المجاورة له، وخاصة في مطلع عهد السيطرة العثمانية. وقد نجم عن هذه النكسات أن انتقل بطريار كنيسة المشرق مار شمعون التاسع إلى مدينة تلكيف، وكان ذلك في سنة 1714، لكن ذلك لم يدم طويلا، إذ عاد دير الربان هرمز إلى ازدهاره في القرن التاسع عشر، ولكن بعد انتشار مذهب الكثلكة في الموصل. إن من الأمور التي أود أن أذكرها بصدد هذا الدير، دير الربان هرمز، أن هذا الدير كان يضم مكتبة غنية بالكتب والمخطوطات القديمة، وقد كان الرهبان يقومون باستنساخ المخطوطات والمحافظة عليها. لكن الدير أيضا تعرض لهجمات القائد الفارسي نادر شاه الذي حاصر الموصل قرابة 40 يوما سنة 1743، ولم يتمكن نادر شاه من اقتحام الموصل، لكنه تعرض لألقوش ودير الربان هرمز، ونهب الدير ومحتوياته خلال فترة الحصار تلك. مما أيضا لاحظته أنا أزور الدير في الثمانينات من القرن الماضي وخلال الحرب العراقية الإيرانية أنه كان خاليا من الرهبان، وعندما سألت عن السبب قالوا أنه كذلك منذ أن اندلعت الحركة المسلحة الكردية في الستينات من القرن الماضي، وبعدها كان الدير مليئا بالألغام التي تحول دون الصعود إليه وزيارته. وكان للدير عيد خاص به، وفي العيد يستذكر الناس الربان هرمز، وهذا العيد يكون في ثاني يوم أحد بعد عيد الفصح، ويسمى عيد الربان هرمز باللغة السريانية شاهرة، ومعناها باللغة العربية شقيقة السريانية سهرة أي سهر. وفي هذا اليوم يحج المسيحيون للدير ويقيمون الصلاة والدعاء، ويجري احتفال كبير يشارك فيه الألقوشيون جميعهم وضيوفهم من المناطق المجاورة وخاصة من الموصل. كتب المؤرخ الموصلي الكبير المطران سليمان الصايغ أو سليمان صايغ في الجزء الثالث من كتابه تاريخ الموصل أن دير الربان هرمز في القوش من الأديرة التي تعود في بنائها إلى القرن السابع الميلادي، وأن الربان هرمز أصله من مدينة شيراز، وأن دير الربان هرمز يعد بناؤه وازدهاره يعد من التحف الفنية أو من النفائس المهمة، وخاصة كما قلت أنه منحوت في صدر الجبل. وهذا الدير أصبح مركزا من مراكز الفكر والأدب والعلم، وكان فيه رهبان متميزون، منهم على سبيل المثال يوحنا ابن خلدون الذي ألف كتابا شهيرا
ذكر فيه أعلام هذا الدير وعددهم قرابة 300 بين عالم ومؤلف وكاتب. وقد نشر هذا الكتاب من قبل الأب شابو في مجلة المشرق أو في مجلة الشرق المسيحي سنة 1897. ويصف المؤرخ الموصل المطران سليمان صايغ دير الربان هرمز وصفا رائعا، ويقول أنه يقع في منعطف منفرج من جبل القوش، وتدخل منه إلى واد جميل تحتفل فيه الطبيعة المزدهرة بأروع مواسمها، وترسم على المخيلة مناظرها الرائعة بأشجارها المظللة وأزهارها النظيرة وأورادها المعطرة بموسيقى أطيارها وبلابلها التي تقطع صمت ذلك الفضاء الواسع. الشيء المهم الذي أريد أن أقوله أن دير الربان هرمز منحوت في صدر الجبل، وأن الصعود إلى الدير يتم عبر طريق ملتوية تذهب بالشخص الذي يريد الصعود بين صخور تظللها الأشجار مسافة تقريبا 400 متر، ويصل الذي يريد أن يزور الدير إلى طريق مرصوف بقطع صخرية، وقبل أن ينعطف إلى باب الدير يجد إلى يمينه مغارة صخرية تحت الجبل تسمع منها نقرات الماء المتقاطر من سقف المغارة إلى حوض يعرف بعين القديس. وكانت هذه المغارة أول مكان لجأ إليه مؤسس الدير الربان هرمز. وعلى الباب الكبير وهو مدخل الدير نرى صورة أفعى بارزة منحوتة على العضادة اليمنى من الباب، وهناك صورة مماثلة في هيكل الدير. وبعد اجتياز الممر المرصوف هناك باب صغير يؤدي إلى فناء الكنيسة المبنية على صخرة عظيمة بارزة في فضاء الوادي، ويقابله هيكل الثالوث المقدس، وفي صدر الكوات المسدودة صليب مزركش بالكاشاني الملون، وعلى درج المذبح صورة لأفعى وتمساح ونمر ونقوش أزهار بألوانها، كما أن هناك كتابات مزخرفة وعبارات عبارة عن ابتهالات مقتبسة من الصلوات القدسية. وعلى الجدار المقابل لباب الكنيسة كتابات على لوحين رخاميين مكتوب عليهما كتابات تشير إلى أن الهيكل بني على اسم الإنجيليين الأربعة من أساساته بهمة الأب الأنبا جبرائيل دامبو مجدد الرهبنة سنة 1820. وعلى يمين الهيكل الرئيسي هيكل ثاني مخصص للإنجيليين الأربعة، ويتصل بهذا الهيكل هيكل آخر على اسم القديس أنطونيوس. وعند باب الدير القديم الذي يؤدي إلى الجبل شمالا هيكلان صغيران أحدهما على اسم الوردية والآخر على اسم سيدة الكرمل. بقي علي أن أقول أنه يوجد إلى يسار الداخل إلى الهيكل الكبير ويسمى هيكل الثالوث باب صغير يدخل المرء منه إلى قاعة مستطيلة مساحتها 450 مترا في صدرها مذبح، وفي قبالة المذبح أو الضريح وفي زاوية من هذا الهيكل طوق بسلسلة حديدية يتطوق بها المرضى المستشفون. ومما يجب علي ذكره أن الدير يضم رفات عدد من أبرز بطاركة كنيسة المشرق منهم مار إيليا البطريرك إيليا الحادي عشر 1722 1700
1978. وأخيرا لا بد لي أن أنوه أن الأستاذ جورجيس عواد ألف كتابا جميلا عن تاريخ دير الربان هرمز. أكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة أخرى من برنامج موصليات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.